ناس كتير جت هنا، كل واحد كان بيتشد لحاجة بعينه، حاجات مش شبه بعض من كل حتة، حاجات كانت بتحصل في مكان واحد وساعات كمان في نفس الوقت. مصر لما بتعمل مهرجان بتعمله صح، مصر لما بتعمل حاجة بتعملها زي ما بيقولوا كما ينبغي. في الآخر إحنا الأصل. المسرح السمارت بنا بنتكلم تقريبا في 10 أيام، بنا من صحرا خالص. كان كل فعالية كان بيتم إعادة تنسيقه من جوه، سواء إضاءة أو سيت أب أو ديكور علشان يليق أو يبقى مناسب للحدث اللي هيتعمل فيه. طبعا كان في تحديات كتير جدا، منها إن إحنا بنعمل كذا تصميم للمسرح، لأن هو إحنا الفاستيفال كله مش معمول بمسرح واحد بس، وكان من ضمن التحديات ان يكون المسرح مناسب بالديزاين بتاعه مع جميع انواع الفنانين بالجنرز بتاعتهم اللي هم طيب المزيكا بتاعتهم يعني. وبشكر كل الناس طبعا اللي كانوا ورا ده والمجهودات اللي اتبذلت عشان نقدر نحقق ده في 4-5 أيام يعني. في مهرجان العالمين اكتر من 1,000,000 ضيف حضروا من كل حته في العالم عشان نحتفل باكبر مهرجان ترفيهي في الشرق الاوسط. سمعنا مزيكا، جبنا لون من كل حتة، وفي الرياضة شفنا أبطال في الجو وفي البحر وعلى الأرض من كل مكان في العالم. احتفلنا بالدراما في مهرجان الدراما المصرية. يسعدني أن أعلن الآن انطلاق الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما نسخة العالمين. وفي 45 يوم العالم بقى عالمي. بصراحة حاجة عظيمة جدا جدا وحاجة مشرفة. أنا مبسوط قوي قوي إن إحنا عندنا مهرجان كبير وعظيم زي مهرجان العالمي. من أجمل المناطق اللي شفتها في حياتي، فأقل ما يمكن إنه نتعمل فيها مهرجانات عشان العالم كله يجي يشوف الجمال اللي موجود هنا. أنا أتشرف إني أكون دائما بمهرجان العالمي. أشكركم على حضوركم، واسم العالم عالمين ده حلو. أنا بحيي على الصرح الجامد ده، أحلى مدينة على البحر الأبيض المتوسط. كل منطقة في مصر فيها فنها وفيها شخصيتها وفيها كل حاجة. أنا كتير مبسوطة إنه أنا معكم وإنتوا معي والعالم عالمين. أجمل بقعة في العالم، بقول لكم أهلا بيكم ونورتونا وإحنا تشرفنا إن إحنا معاكم. شكرا على هالمهرجان الرائع اللي انعمل بالعالمين. أنا سعيدة بتواجدي معكم، إن شاء الله بيكون كل سنة إلي محطة معكم. تحية كبيرة قوي ليكم، شكرا قوي 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 لكل الناس اللي جات النهاردة، واستنونا السنة الجاية في مهرجان العالمين. عايز أسمع منكم تحية جامدة قوي لنفسيكم.